قرابة الساعة 10 صباحا تدب الحياة في سوق فيكتوريان ماركت. أكثر من 100 تاجر يعرضون بضائعهم هنا. لهذا السوق شعبية بين السكان المحليين والسياح الأجانب أيضا. منذ ما يقارب 65 عاما وإليزابيث فوسنر تبيع المخبوزات في هذا السوق وتلقب ببكاليزل. لدينا زبائن مختلفون، منهم الدائم والعابر والغرباء والمحليون والجدد. يساندها زوجها يوزف وهو بافاري أصيل، يشكل معها فريق عمل ناجح في العمل كما في الحياة الزوجية. يميزنا فارق العمر بيننا والذي يصل إلى 23 عاما. تقوم المؤرخة أوزلا إيمول ببحث العادات الشعبية البافارية والأسواق والاحتفالات، كما أنها تستمتع بزيارة هذا السوق كثيرا. الأجواء هنا جيدة دوما، وهناك منتجات من كافة أنحاء العالم، وهذا ما يجعل الأشياء مثيرة. محل جزارة تسايلا مميز بأنواع لحومه وله تاريخ في السوق، وفيه أنواع لحوم شهية لا يمكن العثور عليها في الأسواق الألمانية الأخرى. قشرة من لحم الخنزير فقط في بافاريا. تطور سوق فيكتوريان ماركت من سوق صغير لبيع اللحوم في وسط ساحة كنيسة القديس بطرس القديمة. تسلق برج الكنيسة أمر يستحق العناء، يمكن من أعلاه مشاهدة بانوراما رائعة لمدينة ميونخ وسوق فيكتوريان ماركت. في عام 1807 انتقل التجار من ساحة مارين بلاتس القريبة من الموقع الحالي. منذ ذلك الوقت، أي قبل 200 عام، وسوق ميونخ يعتبر بمثابة شريان حياة للسكان يؤمن لهم الخضار واللحوم. كان المكان هنا يسمح باستيعاب محلات الجزارين، خاصة مع وجود تبريد طبيعي. بعدها استمر بناء أكشاك السوق في ساحة هرتزوغ سبيتال. اليوم يوجد في سوق فيكتوريان ماركت فواكه أجنبية أيضا. من الغابات البافارية تجلب أنواع كثيرة من الفطر والكمأة، والتي يحب طهاة ميونخ المشهورين استخدامها في أطباقهم، لكنهم ليسوا وحدهم من يشتري من هنا. هناك أثرياء حقيقيون يأتون مع خدم يحملون المشتريات، في حين يكتفونهم بذكر ما يريدون شراءه فقط. هؤلاء نقدم لهم سعرا أقل، لكننا نفضل منح الفقراء شيئا مجانيا. يحيط بسوق فيكتوريان ماركت 6 من نوافير المياه تذكر بالممثلين الكوميديين البافاريين والفنانين الشعبيين. تعتبر حديقة البيرة في وسط السوق من أكثر الأماكن شعبية. جميع مصانع البيرة الكبيرة تورد البيرة إلى هنا بالتناوب. يقدم معها أطباق بافارية نمطية كالنقانق البيضاء مع مخبوزات بريتسل، حتى ولو كان كثير من السياح لا يأكلونها على طريقة أهل بافاريا. أسلوب الأكل هذا غير معروف لدينا، لكن البيرة البيضاء نعرفها. في سوق فيكتوريان ماركت يلتقي العالم كله في بافاريا. زوار يأتون من كل مكان ويجدون قطعة تذكارية أيضا. هذه تجربة مميزة، فنحن في الولايات المتحدة الأمريكية لا نملك أي سوق مفتوح يمكن الذهاب إليه ببساطة لشراء الفاكهة أو الهدايا، أو يمكن تناول القهوة والتعرف على الآخرين. يمكن للمرء هنا أن يرى كيف يعيش الناس، وهو مكان جميل ونظيف جدا. سوق فيكتوريان ماركت في ميونخ مكان لا يخلو من الزوار أبداً.